السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناة ماين فيتنس. في هذا الفيديو غادي نخدم مجموعة الحركات ديال لي زابدومينو بالخصوص بالاستعانة بهاد الكرة. تقدر تستعان بأي كرة كما كانت، الهدف منها هو أنها كتشدك التوازن، كديرها مثلا بين رجليك ولا فوق رجليك، كتشد التوازن ورجليك مكيبقاوش يلعبو. هذا هو الدور ديالها بالدرجة الأولى، والتوازن والأناقة والدقة مهمة بزاف في الرياضة، هي اللي كتجعلك تبغي الرياضة أو تحب الرياضة أو تعشق الرياضة، وهي اللي كتجعلك يعني النتائج ديال الرياضة يبانو عليك في الجسم ديالك وفي السفل وفي لا سوبريس المرونة والليونة إلى آخره. ما تنساش كما كيقولوا يور بادي إز يور أون جيم، يعني جسمك هو قاعتك الرياضية الخاصة بك، ما محتاجش تقل، ولكن نديرو شوية تقل غير باش نحس براسك الخدمة، حيت ما كنقتنعوش بأننا كنترينيو إلا ما هزينا شي حاجة. Allez hop, your mind is your own coach and your food is your own doctor. وأنا أضيف عقلك هو مدربك الخاص وغذاؤك هو طبيبك الخاص. فإذا عجبك هذا الفيديو مرحبا بك كمشترك في القناة، وما تنساش تفعل خاصية الجرس باش توصل كل جديد، والإعجاب والتعليق، التعليق هو أهم حاجة، هو اللي كيوضح الإنسان الطريق وكيساعد باش يصحح الأخطاء وباش يقدم شي حاجة اللي تفيد المشاهدين والمتابعين. ولكم جزيل الشكر.
So don't forget, your body is your own gym, your mind is your own coach, your food is your own doctor. تذكر أن جسدك أو جسمك هو قاعة فقرية خاصة بك، يعني وزن ديال الجسم ديالك هو تقدر باش تخدم، وعقلك هو مدربك الخاص، وغذاؤك هو طبيبك الخاص. فإذا عجبك هذا الفيديو مرحبا بك ومشترك في القناة، ما تنساش دير تدور على القناة، محتوى ثقافي، محتوى رياضي، محتوى خط عربي، خط انجليزي، الموسيقى، صح المغالطات، قناة متعددة الاختصاصات. فما تبقاش علينا الاشتراك وتفعيل خاصية الجرس والإعجاب والتعليق، التعليق هو أهم حاجة، الانتقاد هو أهم حاجة، حاجة ما عجبتكش قولها، حاجة ماشي هي هذي قولها، حاجة خاصها تطور قولها لي. يعني هاد التعليق هو اللي كيجعل الانسان يعني شاغلك اوبتيميزي واللي يحسن العمل ديالو. ولكم جزيل الشكر، دمتم بخير وعلى اللقاء في عمل جديد بحول الله.